بقول نرفع الدعم، ده كارثه ما نقول نرفع الدعم. انا بقول انت ساعتها بقول نرفع الدعم، لو لو بتقدرش بقى لو سمحت. انا بتكلم على لو سمحت، لو سمحت لو سمحت استنى، لو سمحت بقى لو سمحت. انا ضد رفع الدعم يا جماعه، نرفع الدعم ده مش انا بقول ايه، نرفع الدعم عن انت انت بتتهمنا برفع الدعم. طب ما انت لما اوضح خطبتي انا ما اتكلمش غير دلوقتي يا جماعه، انا بقول نرفع الدعم عن مين؟ نرفع الدعم عن الاغنياء، وفي نفس الوقت نفس الوقت الدعم يروح فين؟ الاصوات بتتداخل. لا 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 لما واحد يتكلم طب نرفع الدعم. طب ما انت لما تطرد اسره بتاخد فوق ال 2500. طب اوضح رؤيتي للنهايه، اسره مكونه من اثنين. اوضح رؤيتي، اوضح رؤيتي، انا بقول ارفع الدعم، يبقى منعت عنه الدعم. انا ارفع، لا حددوا المستوى المنطقي او المعقول اللي هو ما يستحقش الدعم نرفعوه. شوفوا نتفق على ايه؟ 2000 3 5 شوفوا نتفق على المبدا. اللي ما يستحقش دعم، المفترض اللي بياخد دعم الراجل الفقير ده بياخد 50 في حدود 50 جنيه في الشهر عيش، وبياخد 21 جنيه دعم نقدي. 50 في ماشي لو أيوة عيش دعم العيش 50 جنيه في الشهر. انا اللي بقول الفرد الفرد لو سمحت بقى انت بكمل لك ما تعنيش. النبي تستنى معانا لو سمحت بقى، معانا هو بياخد خمس ترغيفه. مين اللي بياخد خمس ترغيفه؟ الفرد بياخد خمس ترغيفه لو سمحت. اذا كانت وزاره التوزيع لو سمحت بس خد رؤيتي رغيفين وثلاثه ده 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 دي احصائيه. لو سمحت ما تعنيش انا ما تعتقش. المواطن بياخد خمس ترغيفه في اليوم، الخمسه في 35 قرش. هنجيب وزير التموين 35 قرش بياخد كام؟ الفرد بياخد خمس ترغيفه في 35 قرش دعم الرغيف، يبقى 3 جنيه كام؟ يقعد 50 5 جنيه في اليوم، 5 جنيه في اليوم ياخد 50 جنيه في الشهر، بياخد جنيه ونص في اليوم دعم، يعني 50 جنيه في الشهر و21 دعم في الشهر يبقى 21. احنا بنقول ايه؟ نرفع الدعم من على الاغنياء ونزود الدعم للفقراء. اللي هو اللي انا عاوز اخد الغني، انا عايز اديه كل 46 اللي بياخد ما يستحقش الدعم ده، اخد الدعم منه اللي بياخده ما يستحقوش. طب خلينا خطوه خطوه يا باشا، ازود مين؟ ازود مين؟ انتوا بتعملوا بشكل